معايا عبر الهاتف ايضا الكابتن محمد حسن لاعب نادي الاسماعيلي واحد اللاعبين ايضا اللي تدربوا تحت يد الكابتن ايهاب جلال. كابتن محمد مشرف ومنور والبقاء لله. حبيبي كريم، البقاء لله. بعدي طبعا قصه الفقيد كابتن محمد. سامعني كابتن محمد؟ البقاء لله. بقاء لله يا حبيبي. بعزي أسرة الكابتن إيهاب، وبعزي جماهير الكرة المصرية كلها. الصراحة خسرت حد على المستوى الإنساني، شخص خلوق جدا وكان طيب جدا والناس كلها كانت بتحبه، وعلى المستوى المهني افتقدت لرجل خبير في كرة القدم. فأنا بعزي جماهير الكرة المصرية كلها. يعني اشتغلت مع الكابتن إيهاب جلال كابتن محمد، وأكيد أنت كنت من الناس المقربة ليه. هو ايه ابرز صفاته الشخصيه المهنيه، مواقفك معاه؟ انا اشتغلت مع الكابتن ايهاب فترتين، الفتره الحاليه وفتره بكام ثلاث سنين، وكانت برضه في النادي الاسماعيلي. زي ما قلت لك كريم، على المستوى الانساني والمستوى الشخصي ما شفتش منه غير كل حاجه محترمه. حد خلوق جدا، محترم جدا، من الناس القليله قوي في مجال الكوره كريم، وانت عارف هتفهمني في النقطه دي، اللي عمره ما اتعامل مع لعيب بطريقه غير انسانيه او غير ادميه، او تلفظ حتى بلفظ خارج مع اي لعيب مهما كان اللي عمله اللعيب. فصراحة على المستوى الانساني ما شفناش منه غير كل حاجه طيبه وكل حاجه كويسه. على المستوى المهني تقريبا انت اكيد هتلاحظ مدى تعلق اللعيب، لعيبه كتير قوي بالكابتن ايهاب في اي مكان بيروحوا. صح. دايما اللعيبه بيبقى عندها رغبه ان هي تكون متواجده في المكان اللي الكابتن ايهاب موجود فيه. صح. بيضيف لهم حاجات كتير قوي في الكوره، كان دايما سابق عصره في الكوره وفي التدريب، فبصراحه كلنا افتقدناه جدا جدا جدا. صحيح. كابتن محمد حسن بشكرك شكرا جزيلا والبقاء لله. شوف انا كنت قلت لك الكلام ده في المقدمه وبتسمعه دلوقتي في المداخلات، كل اللعيبه تحب الكابتن ايهاب جلال، كل اللعيبه تحب تشتغل مع الكابتن ايهاب جلال. ربنا يرحمه يا رب، ربنا يرحمه.